انا بس عايز اقول لكم كلكم، المجامله فساد، المجامله فساد. لو انتوا عايزين تكافحوا الفساد في بلادكم ما تجاملوش حد، المجامله فساد. فاحنا كنا عايزين حتى جوه كليه الطب العسكري نبقى مطمنين ان ما فيش اي شكل من اشكال ان العمليه التعليميه ما بتتعمل على افضل ما يكون. احنا النتائج اللي طلعت كانت نتائج جيده، وقلنا ان احنا هنستمر في هذه النتائج، وقلنا نعممها على مستوى الدولة المصرية عشان بس تعرفوا الحكاية بتبدأ ازاي، وان احنا نعمل اختبارات مميكنة في الاول لكليات الطب في مصر بالكامل، عشان ارجو ان الكلام ده ما يمسش اي حد، يعني عشان نحيد تماما العمل البشري، ما يبقاش في مجال للمجاملة يقول لك ده ابن فلان ولا اصله هو خد الامتحان ولا قدم مش عارف ايه. لا 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 لا، واحنا رايحين لكده، مش بس في كليات الطب العسكري ولا في كليات الطب المدنيه، لا احنا بنتكلم على اختبارات، واحنا ماشيين في البرنامج ده. ما اعرفش الدكتور خالد وزير التعليم العالي قال الكلام ده ولا لا، ماشيين على ان احنا نميكن ونحيد كل الاختبارات في الدوله المصريه فيما يخص الجامعه. لما نيجي نقول هنعمل تطوير في التعليم، مش هي جامعه جديده بس، لا هو الاسلوب والمسار اللي احنا هنتعامل بيه مع اولادنا وبناتنا في الإعداد والتأهيل والاختبار والتقييم، عشان كل واحد ياخد حقه، وعشان كمان يبقى احنا لما نيجي نقول احنا هذا الطالب امتياز، يبقى بكل المعايير اللي موجودة في الدنيا المتقدمة، الدنيا اللي موجودة في العالم بره، يبقى ابني امتياز أو بنتي امتياز بكل المعايير.